لعبها في ليفا احنا في الدوري حبيتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج نتجول مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية. دائما نسعى لإعادة هذه الأهداف، خصوصا أن السنوات تمر سريعا وسريعا جدا، ذلك ربما تكون بعض المباريات منسية، بعض المباريات تكون مميزة. نسعى من خلال هذا البرنامج أن نوفق إن شاء الله دائما في تقديم ما هو تحبونه دائما إن شاء الله. بعد الفاصل لن عودة. في 5/4/2016 في نهائي بطولة كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم، التقى الكويت والعربي. وفي تلك الفترة كان الكويت هو المتميز أكثر، خصوصا في اختياره للاعبين الأجانب. تذكرون ياسين الصالحي كان من اللاعبين المميزين، وكان معاهم نجم موهوب متألق ينقال له طلال جازع. هو من اللاعبين المميزين الحقيقة اللي ما أخذ فرصته التي يستحقها، كان موهبة كروية ولكن اعتزل أو ابتعد عن الرياضة مبكرا لأنه ما أخذ فرصته مع نادي الكويت. كان الفوز لنادي الكويت، دعونا نشاهد. للمدرب البرازيلي لم ينجح، ثم يعود من جديد بونياك مرة أخرى هنا من خلال أحداث هذا الموسم ليقود العربي الآن في المباراة النهائية لمنافسات كأس أمير البلاد. كرة فيها محاولة كويتاوية، جول جول جول! العميد ثبت أركان المدرج، العميد هز أركان الكويت، العميد من البداية كرة عن طريق من؟ عن طريق هداف في المسابقة ياسين الصالحي، يسجل ومبكرا يصالح جماهير العميد الكويتاوي بكرة في الدقيقة الثالثة. يا عيني عليك بالقدم اليسرى قوية على حميد القلاف، لم يملك إلا أن يكون مشاهدا من الطراز الأول في اللقطة الماضية، والكرة تهز أركان المرمى وتعلن عن التقدم. عسى بأن يكون له أثر في اللحظات القليلة القادمة وسط سيطرة كبيرة على مجريات المباراة وعلى بداية المباراة بالنسبة لنادي الكويت هنا في الدقائق السبع الثمان الأولى من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة في الجهة اليمنى إلى فهد العنزي، لا وجود للتسلل، فهد يبحث عن مساند، يلعب كرة تصطدم، يطالب بركلة جزاء، حكم يعطي الاستمرارية، لا زالت المحاولة مستمرة، كرة فيها تسديدة قوية. عميد الاستحالة وعن طريق المستحيل القادم في كرة الكويت طلال جازع. أي جزع، أي فزع، هي في قلوب كل عرباوي هنا في هذه البداية النارية المدوية. لا 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 هي بالقدم اليسرى. بكاء على الأطلال، يسجل جاز. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، هي بوم بالقدم اليسرى
وفي سباك حميد القلاف للمدرب محمد عبد الله الذي يقدم أداء مميزا. كرة فيها محاولة ملعوبة، ركلة جزاء. ركلة جزاء ومحمد البذالي يحصل على بطاقة صفراء في اللقطة الماضية. أكبر المتشائمين مصلحة نادي الكويت الآن. ركلة جزاء في الدقيقة 20. مبكر من بدري، من بدري الكويتاوية. ياسين ياسين ياسين، هي قلت لكم من الوريد إلى الوريد، من الوريد إلى الوريد. سيد هذا اللقاء هو العميد، ذبحهم من الوريد إلى الوريد. حتى المنصة هنا بوجود سيدي أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد. حقيقة سيناريو لم يكن متوقع، لم يكن مرتقب، لم يكن في الحسبان أبدا. ياسين هدف ثالث، ختم على المباراة تقريبا، إلا إذا استعاد العربي كبرياء الماضي وعاد إلى المواجهات من جديد. ثلاثية نظيفة هنا في هذا اللقاء. أسألكم بالله، من كان يتوقع هذا؟ بسنا يا حسين، بسنا يا حسين. حال الجمهور العرباوي، هذه واحدة مرتدة، فرصة للتقليص في راسه. شوف المرور وبالقدم اليمنى، هي هي عرباوية، هي هي عرباوية. هو القائد الآن حسين حاكم يتقدم لاستلام الكأس من يد سمو أمير البلاد المفدى ويرفعها عاليا في انتظار اللحظات التاريخية الحاسمة هنا بالنسبة لنادي الكويت. هي تاريخية، نعم هي تاريخية بالنسبة لهذا الكيان ولكل منتسبي. مبروك، ألف ألف مبروك لكل كويتاوي، لإدارته، لجماهيره، لمحبيه، لعشاقه. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا. في 8/5/2018 في بطولة أغلى الكؤوس، بطولة كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم العربي والكويت، والتفوق مثل ما حكيت في حلقات ماضية كان لصالح نادي الكويت، كان يضم مجموعة مميزة. تذكرون لما برز عندهم اللاعب جمعة سعيد، كان لاعب في بداياته، لاعب مؤثر ومؤثر جدا قبل انتقاله فيما بعد إلى نادي السالمية، ولكن في بدايته مع نادي الكويت كان لاعبا مميزا من اللاعبين الأجانب الذين لا يسقطون من الذاكرة. الفوز ثلاثية لصالح نادي الكويت، نشاهد الأهداف معا. إلى الهازري، جهة اليمين، تلعب كرة عرضية، محاولة لكن تغطية من شاري الكندري، بيتابع فهد العنسي، كرة لصالح نادي الكويت، ممكن تكون أيضا خطرة، خطرة، الله متابع، جول 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 أول لصالح نادي الكويت. فادي الهجري، فادي الهجري، أولى الأهداف، أولى الأهداف لصالح نادي الكويت. فادي الهجري، فادي الهجري في الدقيقة خمسة، في الدقيقة خمسة بإحداث الشوط الأول، جول أول لصالح نادي الكويت. شوف لعادة، شوف لعادة، فادي النزي لحق على الكرة ولعبها، مرت 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 وضربت ايضا في عيسى وليد لتكون هي نيران صديقه، لكنها مرغوبه في هذه الاخطاء بالنسبه لفريق نادي الكويت. شوف العدد، شوف الازري حاول يرجعها لكن ضربت مع عيسى وليد. ميدو مره ثانيه، طلال نايف، طلال فاضل، نغله جهه اليمين، فهد الازري،
كرة مع فايز الأجري بيحاول يمر من عيسى وليد، الأجري بيرجعها خطرة لبريتشي ممكن يستبدلها لكن بيشيلها بيتابع لنزي بيبعدها مرة ثانية. الله جمعة سعيد أتى بالخبر السعيد ليكمل مشوار الأهداف، جول لصالح نادي الكويت، جول ثاني لصالح نادي الكويت بالدقيقة 33 بعد ما أبعد الكرة ثمان عبد الغفور لكن تابعها فهد العنزي ليكون السعيد صاحب الحظ السعيد في هدف بكرة رأسية تابعها. شوف 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 فهد العنزي أبعدها مرتين سليمان عبد الغفور لكن السعيد جمعة سعيد يأتي بهدف بمتابعة كرة رأسية. شوف شوف جمعة سعيد شوف هدف ثاني لصالح نادي الكويت يستثمر الجهود ويكمل المشوار لهدف ثاني لصالح نادي الكويت ليبتعد أكثر بالأهداف بالنتيجة عن النادي العربي. قول قول لصالح نادي الكويت. شوف شوف جمعة سعيد متابعة حاضرة من الجزاء فهد العنزي بيلعب عرضية خطرة يضرب قول الله لصالح نادي الكويت حسين الحربي. حسين الحربي بالدقيقة 89 بالدقيقة 89 جول جول لصالح نادي الكويت جول ثالث جول ثالث بينجح فيها حسين الحربي بيستفيد من حضوره في هجوم نادي الكويت. شوف العادة شوف العادة شوف النسي شوف النسي شوف العرضية الناجحة شوف حسين حسين الحربي حسين الحربي شوف 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 هدف ثالث لصالح نادي الكويت هدف ثالث لصالح نادي الكويت بينجح فيها حسين الحربي حسين الحربي شوف لعبة البطيء شوف حسين الحربي بينجح بدخوله في المباراة ليكون صاحب هدف ثالث لصالح نادي الكويت لتكون النتيجة ثلاثة. إذن بإعلان رسمي من سموه مبروك لنادي الكويت ألف مبروك لإدارة ولاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير نادي الكويت لهذا اللقب الجديد. جاسم يلعب جاسم يلعب أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. قد إن شاء الله لنا موعد جديد في أهداف في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية والخليجية والأسيوية. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة. Yes.